أيضا إذا الرب يعطيك كلام عن رسالة عن الاستعداد، أي عن هناك حياة أبدية، هناك حياة ما بعد الموت، كيف تدعو المشاهد اللي بيشاهدنا الآن؟ تفضل حضرتك. شكرا يا أخت رواء. هو مش بس مجيء الرب هو اللي ممكن يكون أي وقت، لكن أي واحد مننا ممكن إنه هو يدعى لمقابلة الرب في أي وقت. علشان كده الكتاب يقول استعد للقاء إلهك، استعد للقاء إلهك. ياما بنشوف حوادث في الشوارع ما كانتش بتخطر على البال، وناس تبقى معانا شباب وكبار وصغيرين، رجال ونساء وأطفال، وممكن يروحوا في لحظة. فالإنسان لما بيكون واقف، إذا كانت إن إحنا بنؤمن بصحيح إن في أبدية، وإن هذه الأبدية هي بلا نهاية، وإن هذه الأبدية هي فراق أبدي عن محضر الله، أبدية مخيفة، إزاي الواحد ينام ليلة واحدة وهو ما صفاش حسابه مع ربنا وما هواش عارف هو رايح فين؟ ده الواحد بيستعد لأنه هو الريتايرمنت، لما يطلع على المعاش بيستعد ليه من وهو سنه 20 ولا 30 سنة ويفضل يحوش. فما بالك بالاستعداد للأبدية؟ إذا كان في خطورة على البيت وما فيش أساس ليه، تقدر تنام لحظة واحدة جوه البيت وانت تخاف ان ممكن ان يحصل فيه انفجار جوه البيت، في مادة مفرقعة ممكن انها تنفجر فيك وفي اهلك؟ ازاي تقدر تخاطر بنفسك وبحياتك وتعيش يوم واحد من غير ما تحسم؟ السؤال الرهيب ده هو في نبذة بتقول اين ستكون، اين ستقضي الأبدية؟ النبذة ده هي العنوان بتاعها غلط، لأن الأبدية لا تخضى، الأبدية أبدية ملهاش نهاية. هو حقيقي تكون أين ستكون في الأبدية؟ المسيح بكى على أورشليم لأنها لم تعرف معاد افتقادها، وكان رايح على الصليب لكن بكى عليهم هم، وقال ما تبكوش علي يا بنات أورشليم، ابكوا على أنفسكم وعلى أولادكم. الله بقلبه الحنون، كأنما بنقول الله يتمنى ويترجى إن كل إنسان يخلص، لا مسرة لا أصر بموت، هل مسرة أصر بموت الشرير ألا برجوعي عن طرقه فيحيا؟ ده هو قدم ابنه فدية عننا. إزاي كم ننجو؟ بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، مش إن رفضناه، إن أهملنا. إزاي نهمله؟ إزاي رب الأرباب وملك الملوك يجي والكلمة صار جسدا وحل بيننا وقدم نفسه فدية عننا وإحنا نهمل ونستهتر؟ وزي ما عيسو باع كل البكورية والحقوق بتاعته بشوية عدس، إحنا نبيع كل أمجاد السماء وكل وعود الرب لينا ونروح ونفضل عنها الذهاب للجحيم من أجل لذة وقتية أبدية وقتية زائلة، أو شهوة زائلة، أو طمع زائل، أو كره أو حقد من جهة شخص في القلب بيمنعنا من التوبة ومن قبول الرب. يا أخي لو العقبة عندك إن كان شخص أساء إليك، سواء كان ده مسيحي ولا غير مسيحي، اطلب من الرب نعمة تسامحه وشيل عن نفسك هذا النير علشان تقدر تقبل المسيح وتقدر ترجع له. لو كانت خطية دنسة، برامج بتشوفها، علاقة نجسة، يا أخي اقطعها، ده المسيح قال إن عصرتك إيدك اقطعها، رجلك اقطعها، عينك اقلعها. معناها إيه؟ معناها أي خطية وأي حاجة تعوقك عن خلاص نفسك
اقطع علاقتك بيه مهما يكون الثمن، الحق واضمن حياتك الأبدية في المسيح، في المسيح، لأنك ما تضمنش بكرة، ما تضمنش قرارك بكرة هيكون شكله إيه، وما تضمنش أنت بكرة تكون في أي حالة. هو اللي بيحصل له حادثة ويروح الإمرجنسي روم، هو فاضي وقت إن هو يفكر في الأبدية وفي خلاص نفسه، ده بيفكر ضغطه عمل إيه، مش وده كان واعي كمان. هو وقت الموت ده 1000 شيطان يتجمعوا على شخص وقت الموت عشان يمنعوه من التفكير في خلاص نفسه. اضمن خلاصك وحياتك الأبدية. لو ربنا بيكلمك دلوقتي أو بيكلمك دلوقتي ما تستنيش، صلي دلوقتي وارفع قلبك ويقبل المسيح مخلص وتوب عن خطاياك. المسيح قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. توب، سلم حياتك للمسيح، مؤمن بكفارته على الصليب بكفاية دمه اللي طهر من كل خطية، ويضمن حياتك الأبدية لأنك لا تضمن الغد. أنا بس عندي كلمة سريعة خالص عايز أقولها. أوكي. القناة ده هي واللي الدكتور باسم عمله، لما تشوفوا قد إيه منصات للميديا موجودة وقد إيه لغات موجودة علشان كل هذه المنصات تقدر انها تبقى بكل هذه اللغات، وهذا الامل في قلب الدكتور باسم انه يوصل بهذه اللغات، ده عمل عظيم جدا جدا جدا. ده لو هو بس بيقدم الانجيل في هذه اللغات ده يبقى عمل عظيم قوي. لكن العمل محتاج لتعضيد، ما فيش حاجة تمشي، تعضيد بالصلاة وتعضيد بالعطاء كمان. نصلي من أجل القناة من قلبنا، وكمان القناة محتاجة لتعضيد مادي علشان خاطر تمشي. مش في ناس بيعملوا وفي تكاليف لهذه المنصات وتكاليف للي بيعملوا من وراء الستار وتكاليف، يعني إحنا بيبقى سهل علينا كتير ساعات ان احنا نصرف 3000 دولار في اجازة او نصرف الاف الدولارات عشان تغيير عربية لعربية تانية. طيب وعمل ربنا والنفوس؟ العشور كانت في العهد القديم كانت التزام. طيب ودول ناس حتى رب المسيح ما كانش لسه جي ولا مات لأجلهم ولا شافوا العظمة بتاعت العهد الجديد اللي احنا عايشين فيه. طب إحنا بالأولى نقدم إيه؟ نقدم قلوبنا وأنفسنا، ونقدم كمان ونقول له من بركاته اللي ادهالنا، نقول له منك الجميع ومن يدك نعطيك يا رب يسوع، عشان كلمتك زي ما وصلتنا توصل للناس التانية كمان اللي انت أحببتهم ومت عشانهم. أمين.